السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي، النهاردة هناخد مع بعض درس جديد في النحو بعنوان علامات إعراب الفاعل. هنعرف النهاردة الفاعل لما بنيجي نعربه إيه هي علامات إعرابه. طبعا يا أولاد إحنا خدنا الفاعل وعرفنا مين هو الفاعل اللي هو بيقوم بالفعل أو بيعمل الفعل، يبقى الفاعل ده هو اللي بيقوم بالإيه؟ بالفعل. تمام، زي ما اقولك مثلا يقرأ التلميذ القصة، مين اللي بيقرأ القصة؟ التلميذ. يبقى الفاعل ده من يقوم بالفعل، هو اللي بيقوم بالايه؟ الفعل. يبقى الفاعل ده هو اللي بيعمل الفعل. يعني مثلا ما اقولك يسعى المجد الى المجد، مين اللي بيسعى؟ المجد. يبقى المجد ده هو الايه؟ الفاعل. لما اقولك دخل التلميذ الفصل، مين اللي دخل؟ التلميذ. يبقى التلميذ ده هو الايه؟ الفاعل. يبقى الفاعل هو اللي بيقوم بالايه؟ بالفعل. لما اقولك دخل التلميذ الى الفصل، مين اللي دخل؟ التلميذ. يبقى مين اللي قام بدخول التلميذ؟ يبقى التلميذ هو الايه؟ الفاعل. يبقى الفاعل ده هو اللي بيقوم بالايه؟ بالفعل. تمام، النهارده بقى هناخد علامات اعرابه، يعني بنعربه ازاي يا مستر. طبعا احنا خدنا يا اولاد ان الفعل دايما مرفوع، دايما ايه؟ مرفوع. بس احنا خدناه مرفوع لما يكون مفرد. لما اقول لك مثلا يسعى، زي اول مثال عندنا بقول لك يسعى الطالب الى النجاح، ده الطالب ده مفرد. طالما مفرد يبقى يرفع بالايه؟ بالضمه، يبقى فعل مرفوع علامه رفع الايه؟ الضمه. تمام، طب افرض بقى اذا كان مثنى ولا جمع مذكر او جمع مؤنث او جمع تكسير. هناخد بقى واحده واحده. يبقى هنبدأ كده بالأول إذا كان الفاعل مفرد زي يسعى الطالب إلى النجاح. طبعا يا أولاد لو كان الفاعل مفرد هيرفع بالضم عادي، يبقى يسعى الطالب إلى النجاح. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه يا مستر الضمة؟ عشان هو إيه؟ مفرد. يبقى إذا كان الفاعل مفرد يرفع بالإيه؟ بالضمة. طبعا الفاعل دايما مرفوع، الفاعل مرفوع على طول. تمام، يبقى الطالب ده فاعل مرفوع بالضمة عشان الطالب مفرد. طب يا مستر إذا كان ممكن مثلا يجي لي يسعى الطلاب الى النجاح، لو كان جمع تكسير الطلاب. جمع التكسير يا اولاد زيه زي المفرد بالظبط، زيه زي الايه؟ المفرد بالظبط. يبقى يسعى الطلاب الى النجاح، يبقى الطلاب برضو فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه عشان هو جمع تكسير. يبقى جمع التكسير زيه زي المفرد، يبقى لو كان الفاعل جمع تكسير بيرفع بالايه؟ بالضمه يا اولاد. زي اخر جمله معانا هي اللي رقم 5، يعمل العلماء من اجل رفاهيه اوطانهم. فين هنا الفاعل؟ طبعا هو اللي بيقوم بالفعل. مين اللي بيقوم بالفعل؟ مين اللي بيعمل؟ العلماء. يبقى العلماء هتعرف ايه؟ فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ليه الضمه يا مستر؟ عشان هو جمع تكسير. احنا قلنا ان الجمع التكسير ده زيه زي المفرد، بيرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسره. وهنا الفاعل بيبقى برضه علامات اعرابه في جمع تكسير زي المفرد بالظبط. يبقى العلماء فاعل مرفوع وعلامه رفع الايه؟ الضمه. تمام، يبقى الفاعل بيرفع بالضمه اول حاجه خدناها اذا كان مفرد زي اول جمله اللي هي يسعى الطالب الى النجاح، واذا كان جمع تكسير زي يعمل العلماء من اجل رفاهيه اوطانهم. تمام، يبقى الفعل بيرفع بالضمه اذا كان مفرد او جمع او اذا كان مفرد او جمع ايه؟ تكسير. تمام، طب يا مستر ممكن الفاعل يرفع بالضمه كمان؟ ممكن يرفع بالضمه اذا كان ايه؟ جمع مؤنث سالم. زي كده الجملة رقم 4، شاركت الفتيات في مسابقة القصة القصيرة. الفتيات، طب الفتيات دي جمع مؤنث سالم يا مستر، اخرها الف وتاء. طبعا فاكرين يا اولاد خدنا طبعا جمع المؤنث السالم، قلنا ان جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ينصب ويجر بالكسرة. قلنا ان جمع المؤنث السالم ده ليه قاعدة شاذة كده لوحده، بيرفع بالضمة بينصب ويجر بالكسرة. طب هنا هيبقى شاركت الفتيات، مين اللي شاركت الفتيات؟ واحد يقول لي طب التاء دي يا مستر مش تاء الفعل، اقول لك لا ركز كده، شاركت الفتيات. مين اللي شاركت الفتيات؟ التاء دي هنا اسمها تاء التأنيث، ينفع اقول شارك الفتيات؟ لا، فبجيب التاء دي عشان ايه؟ الفتيات مؤنث، فاقول شاركت الفتيات. لو في مذكر كنت اقول لك شارك الطلاب، عشان الطلاب مذكر يبقى مش هجيب التاء، ان يبقى التاء دي اسمها تاء التأنيث، بتيجي عشان ايه؟ الفاعل مؤنث. تمام، يبقى شاركت الفتيات في مسابقة القصة القصيرة. يبقى قلنا الفتيات فاعل، طب فاعل ماله يا مستر؟ ده جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم بيرفع بالضمه، يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. يبقى الفتيات فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه عشان هو جمع مؤنث سالم. يبقى كده يا ولاد عندنا 3 حالات الفاعل بيرفع فيهم بالضمه. اول حاله اذا كان الفاعل مفرد، تاني حاله اذا كان الفاعل جمع
تكسير. تالت حالة إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم. أهو يبقى دي أول حاجة استنتجناها، يرفع الفاعل بالضم إذا كان مفرد أو جمع مؤنث سالم أو جمع إيه تكسير. تاني، يرفع الفاعل بالضم إذا كان إيه مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث إيه سالم أو جمع مؤنث سالم. تمام كده يا أولاد؟ طب افرض بقى كان الفاعل عندي مثنى او جمع مذكر، ناخدهم واحده واحده كده. طبعا مثنى زي المثال اللي جاي عندك، دخل التلميذان على شبكه الانترنت. التلميذان، ده التلميذان ده مثنى يا مستر. بص بقى، اذا كان الفاعل مثنى يرفع بالالف. اذا كان الفاعل مثنى يرفع بالايه يا اولاد؟ بالالف. يبقى اذا كان الفاعل يا اولاد مثنى يرفع بالالف، تمام، زي دخل التلميذان على شبكه الانترنت. دخل التلميذان، دخل فعل ماضي مبني على الفتح، التلميذان فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه ايه مثنى، لانه ايه مثنى. تمام. واحد يقول لي طب ليه يا مستر مش جت التلميذين؟ اقول لك لا، لان التلميذين دي اخرها ياء ونون منصوبه، لان الياء ونون بتاعه النصب، والفاعل قلنا دايما من ايه مرفوع، الفاعل مرفوع يبقى هيرفع بالايه؟ المثنى بيرفع بالالف، بينصب بجر الايه بالياء. يبقى التلميذان فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى. يبقى اذا جاء الفاعل مثنى يرفع بالايه يا اولاد؟ بالالف. يرفع بالايه؟ بالالف. تمام. زي ما اجيب لك مثال تاني. ما اقول لك مثلا دخل التلميذان الفصل مثلا، طبعا، او دخل المعلمان الفصل. طبعا المعلمان فاعل مرفوع علامة رفع الالف لانه ايه مثنى. تمام. لما اقول لك مثلا شاهدت الفلاحان في الحقل، هنا الفلاحان تنفع؟ طب شاهدت، ركز معايا، شاهدت الفلاحان تنفع؟ لا يا مستر، غلط. ليه؟ لان شاهد فعل والتاء تاء الفعل، المفروض الفلاحان دي تبقى الفلاحين عشان هي مفعول به. تمام. يبقى المفروض اقول شاهد الولد الفلاحين. تمام. دي طبعا مفعول به، سيبكم منها، خلينا معانا هنا في الفاعل عشان ما نلخبطش الدنيا. يبقى دخل التلميذان على شبكة الانترنت، يبقى التلميذان فاعل مرفوع علامة رفعه الالف لانه ايه مثنى. يبقى الفاعل يرفع بالالف اذا كان مثنى. تمام. يرفع بالالف اذا كان مثنى. يبقى احنا كده دي تالت حاجة نستنتجها. اول حاجة قلنا يرفع بالايه؟ بالضمة اذا كان ايه مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم. تاني حاجة يرفع الفاعل بالألف إذا كان مثنى. تالت حاجة بقى يرفع الألف بالواو إذا كان جمع مذكر سالم، زي الجملة دي، ينظم المجتهدون وقتهم. ينظم فعل، المجتهدون ده فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. ليه الواو يا مستر؟ عشان هو جمع مذكر سالم. تمام. وإذا جاء الفاعل جمع مذكر سالم يرفع بالإيه؟ بالواو. يرفع بالإيه؟ بالواو. طب ليه ما قلناش يرفع بالياء يا مستر؟ ما ينفعش الياء يا أولاد، عشان الياء دي إيه؟ في حالة النصب والجر، عشان الجمع المذكر السالم بيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يبقى لازم يكون مرفوع عشان الفاعل مرفوع، يبقى لازم يكون مرفوع بالواو. يبقى المجتهدون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه إيه؟ جمع مذكر سالم. يبقى يرفع الفاعل بالواو اذا كان ايه جمع مذكر سالم. تمام كده يا اولاد. يبقى الفاعل يرفع باول جمله، الفاعل يرفع بالضمه اذا كان ايه مفرد. الجمله الاخيره، الفاعل يرفع بالضمه اذا كان جمع تكسير. الجمله رقم 4، الفاعل يرفع برضه، يرفع بالضمه اذا كان جمع مؤنث سالم. الجمله رقم 2، يرفع الفاعل بالالف اذا كان مثنى. الجمله رقم 3، يرفع الفاعل بالواو اذا كان جمع مذكر سالم. تمام يا أولاد. نخش بعد كده على القاعدة. بقول لك الفاعل ايه هو؟ قال لك هو من قام بالفعل او اتصف به. هو من قام بالفعل او اتصف به، هو اللي عمل الفعل يعني، او اتصف على العمل بتاع الفعل، هو اللي عمل الايه الفعل. تمام. علامات اعراب الفعل قلنا اول حاجة يرفع بالضمة اذا كان الفاعل مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم. يبقى لو كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم يبقى علامة رفعه ليه؟ الضمة. طب امتى يرفع بالالف؟ اذا كان الفاعل ايه مثنى. اذا كان ايه مثنى. امتى يرفع بالواو يا مستر؟ اذا كان الفاعل جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. يبقى الفاعل يرفع بالضمه لو كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم، ثلاث حالات. يبقى يرفع بالضمه في ثلاث حالات، لو كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم. يرفع بالالف اذا كان الفاعل مثنى حاله واحده، يرفع بالواو في حاله واحده اذا كان جمع مذكر سالم. تمام يا اولاد؟ سهل سهل.
ماشي. طب لما اقول لك مثلا ندي كده جملة، احنا لما اقول لك يزور السائحون الاهرامات، الفعل هنا ايه يا ولاد؟ طبعا الفعل هنا هيبقى السائحون، لان مين اللي بيزور الاهرامات؟ السائحون. طب يا مستر، ده السائحون ده اخر واو نون، يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، فعل مرفوع وعلامة رفعه ليه؟ الواو طبعا، عشان هو جمع مذكر سالم اخر واو نون. طب لما يقول لك يتنافس اللاعبان على المركز الاول، يتنافس، مين اللي بيتنافس؟ اللاعبان، يبقى اللاعبان ده فاعل. طب ده اخره الف ونون، يبقى مثنى، واحنا خدنا المثنى بيرفع بالالف، يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه مثنى. طب لما اقول لك اتقن العمال عملهم، اتقن العمال عملهم، مين اللي اتقن؟ العمال، يبقى العمال تعرف يا اولاد فاعل. طب العمال دي نوعها ايه؟ ده جمع تكسير، وقلنا الجمع التكسير بيرفع بالضمه، يبقى العمال فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه لانه ايه؟ جمع تكسير. تمام يا اولاد، سهل كده علامه اعراب الفاعل. ماشي يا اولاد، وكده يكون خلصنا اخر درس في النحو في الفصل الدراسي الاول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.